تلفيدا للتوجيهات سامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى النهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتوفير الأمن والانضباط وصيانة حقوق النزلاء وضمان كرامتهم. تعمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعرف الاكتضاض، ويندرج افتتاح السجن المحلي تمسنا في هذا الإطار، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة 2856 سرير، وتضم 6 أحياء منها حي مخصص لنزال الأحداث وحي آخر مخصص للنازلات، يضم جناحا مخصصا للأمهات المرفقات بأطفالهن. كما تتوفر هذه المؤسسة أيضا على قاعة متعددة التخصصات ومركز بيداغوجي يضم مجموعة من الأقسام المخصصة للدراسة ولبرامج محو الأمية والتأطير الديني، بالإضافة إلى أوراش التكوين المهني والحرفي. كما تتوفر هذه المؤسسة أيضا على مصحة بطاقة استيعابية تقدر ب 24 سرير مجهزة بجميع التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة، وتضم قاعات علاجية ومختبر التحليلات وقاعة علاج طب الأسنان. كما تتوفر هذه المؤسسة أيضا على مجموعة من المرافق المخصصة بالزيارة، بحيث سيتم اعتماد داخل هذه المؤسسة لنظام الزيارة عبر المنصة المعلوماتية زيارة.ديجابير.gov.ma، والتي ستمكن لا محالة من تبسيط المساطر وتسهيل خدمة الزيارة على المرتفقين الزوار.